الزوج اللي خاف ربنا مراته تخاف ربنا والبيت يمشي كويس. لكن بنشوف أزواج وزوجات ليس خوف الله قدام عيونهم، ما فيش خوف ربنا، يستحل الشر، يتريق على الناس المتدينة، يتساهل مع الخطايا، يأجل التوبة، يمتنع عن الصلاة، حياته كلها أكل وشرب وشغل وفلوس. طب وبعدين أنت مش مصدق، أنت مش خايف، وبسبب عدم الخوف هلك الملايين. الزوجة اللي قلبها في الدنيا مش هتدخل السما. الزوجة اللي حياتها لبس وذهب وزينة وهدايا ومجاملات وخناقات مع جوزها عشان منظرها وكرامتها وكلام الناس عليها، هتبقى عمود ملح. عمود ملح يعني ايه؟ يعني لا قيمة له، يعني تنتهي نهاية سيئة جدا، يعني فقدت إنسانيتها، فقدت دورها كزوجة، وإن كانت أم يبقى فقدت دورها كأم. تعرفين إن ربنا يسوع له المجد ضمن عظاته قال آية صغيرة 3 كلمات، قال اذكروا امرأة لوط. كلمة عجيبة أوي، ده المسيح نفسه اللي قالها. قال افتكروا امرأة لوط. نفتكر ايه؟ طب قول لنا افتكروا ابونا ابراهيم. لا، افتكروا امرأة لوط. ليه ربنا بيقول الرسالة دي للزوجات؟ لان احنا ما نعرفش اسم امرأة لوط، لكن هي زوجة، لكنها لم تكن زوجة امينة، وعدم امانتها يبان في انها حياتها في الدنيا، قلبها في الدنيا، اطماعها في الدنيا، مفيش ربنا في دماغها. ما شجعتش جوزها يرجع لعمه ابراهيم، ما اهتمتش بحياه روحيه زي امنا ساره، يا جوز تعرفها، لان طبعا دول قرايب، انما كل ده ما اثرش عليه.